19 لها بالقاهرة، مؤكدا ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة باستضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميا وقاريا، خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد. مصر على جميع الأصعدة باستضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميا وقاريا، خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد. Thank you.
الاعتداء على مصر والمملكه العربيه السعوديه.